مناسبة 8 مارسو oo ah maalinta haweenaha adduunka ayaa lagu qabtay gobolka Galguduud gaar ahaan degmada Caabud oo qoryaha ayaga Cabdirasaaq Cali Deele ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya munaasabada lagu xusay maalinta haweenka adduunka oo ay soo qabqaabiyeen ururada haweenka degmada Caabud Waaq ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Caabud Waaq gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka Galmudug ururada hooyooyinka degmada Caabud Waaq waxaana inta badan diirada lagu saarayay munaasabada tacdiyada u badnaa ee haweenka loo geysto ahamiyadna u leedahay maalinta haweenka adduunka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Caabud Waaq Axmed Falfalaah Maxamuud ayaa ugu horeyntii furay xalfada haweenka Soomaaliyeed إنا حسان أو أي كم النقدان هؤلاء كأدونك كبار هر عبود واغنا أمر هر جل مدوك أدي أدب وحاجة ما أدعلنا هي أسد قروح ضبطان الله قصر شقيي يهدها يا دقن كا إن سوبنا الصومالية دو ماشان أت كلاس ربعي وأرين تاريخية ما أنت مرك وحوي وأن أنت هؤلاء كأدونك حقيقة هؤلاء كدقمة عبود واق حاول محمد خياج يقار كم ده هوانك كسوق قبلي مناسبة ده مالنت هوانك أدونك أي شيء هوانك إن يهين لفنا ورتبول شدا. مانتا مانتا مذحين بناني مانتا 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 وماني ويني مانتا رجوا حي النبضين إن عواب بسرنه رجوا حي النبضين إن ويل شيدي وينه رجوا حي النبضين قبله هنا أصيق عذان رجوا حي النبضين إن يبرك عن جردين كفسي ما أنت قبلها أول وعمل إسكابة تشتري إن تلا كفسوا ده على سيد إن شري يا أيوة إسكابة تشصنا أي قبله بهدلا ما قبله إسكاس عن شرين ما أنت وحى ما دير إن ردلي أنا كرصدي إن سيد مات وحن حسي جرني أنا وفرحسن سببت أن ملح مرضا بدأ أوصل حرتا وحيتاي مروان كده أنا سيد مات وأي لما أركن بالجذهات لما دعوه دعوه يبلك سيارة سي وراني وقودنو أسكر هذه تقهنه قرش في عنا هايسته سيبابا ويل كيغرا قبر بو كفصدي كيسك آدوغو قادي وقلك آدوغو كشت سودا ويل كا فالعرق وحو نوك ياري وحان ميانين دان كود سيدين كرنا يا سيادا ويل كيغانا واليه فالعرق كتنبينتي ايا وحا مناسبة صواف عري قدومية كحوغينك أور كهوينك دقمدا عابد واق مسفل عريشيرا يو قدومية أور كهوينك جيل مدوك نور حسن عول مالين تهوينك وان مالين تسوغون نميد aad iyo aad waxaan uga maaratay murugaysanahay oo aan uga tiraynsan oo farxadii maars aan la ilownay tacadiga iyo dhibaatooyinka gabdhaha lagu hayo oo aan aad ula murugaysanahay caashiyaray gabadhii lagu aan qabsaday maarta gurceel waxaan adduunka aan war dheer iyo war gaaban ku gaarsiineyna in gabdhaha laga daayo tacadiga lagu hayo oo maanta waa maali weyn waa maalintii maarso 8 maarso waxaan ka hadlayna oo aan baliyo meeshan u marinayna haweenka galbiyo يهواك الصومالية بلاي تشوغرنا ما عالتا قبضا عاشا نباتا للو قيستي او شنطا نلو قيستين او قبض صومالية ضيرا او صغيرا إيري نماكو كوفاي تامان او يهاتنا نفتو دقون صدام تاسوا نكحونا ور مكالو دين ور اوضي عاشا افرتك اي افرتا نيف لوريغا هيا وحالينا ور افرتا اي افر ليف وحالي لها مجران وان قرقويو تودا شوي عبد الرسول الديلا وربعه انت اس بي سي مجلد عبد الواق